السلام عليكم. في سي العبدات، الاسبوع اللي فات سدلت في اطار الشوط الاول من البطوله الوطنيه القسم المحترف الاول، كيفاش تقيم لنا مشوار الفريق 15 مباراه الاولى هذه واحتلاله المركز الثاني؟ هو مشوار الفريق لحد الان هو جيد، وان نحتلوا مركز ثاني مارغري عندنا شويه لي دوت واحد ريغريتا شويه كركو ديفات اللي صراو هنا، كنا كاباب كلاسي ريمير بلاس عندهم سبتهم هادو في ديفات واش دير، واحد ورادي على مردود الفريق وعلى الكلاس ما له فيه كيما قلت لك، واحد كان كاباب يدير ميو صح كتب ربي هكذا وني ساتيسي بهاد الريزيلتا. وشنو هي الاسباب اللي ما خلاتش زعما الفريق يحقق التقدم؟ هذه زعما نقولوا التربص اللي كان الشباب نقولوا من فرق قليله اللي دار تربص داخل الوطن هنا في ملعب 20 بوت، ولا المشكل المادي هذا اللي المشكل برانسيبا هو مشكل مادي كيما حنا حافظنا التعداد كاع، وين الاداره دارت او ديبار دارت واش عليها وين حافظت كاع على التعداد، هذا شيء ايجابي اللي خلى الجروب مارغريتو ما كانش هناك تربص، ولا كانت كاين الفريق كان كاين لوساطير تاع ليكيب الحمد لله، خرجوا شويه مشاكل ماديه وسيرتو تاني بلون بسيكولوجيك وين كانت شويه دي ديفات واعرين، كانت شويه رد تاع البيبليك شويه قاسي علينا، وين كاين لا ماجوريتي دي جوار ما تحملوش هاد الشيء، نظن هاد العوامل اللي اثر علينا. دوكا المرحلة العودة كيفاش راك تشوف فيها؟ المرحلة العودة دوك الحمد لله كل شيء بشر بخير، وين انا الحين سباج نبداو نخدمو بداو يريقليو في المستحقات، ان شاء الله تكمل هكذايا وتكون فيها الخير ان شاء الله، واحد راح يزيد يخدم سير بلون فيزيك وين شوية في لافان تاع لافاس هادي وين شوية بدا يبان التعب سيرتو لي جوار كاين بوكو جوار لاعبين بوكو دماتش واحد راح يخدم في بريباري، احنا متفائلين ان شاء الله، وين عندنا روتور شويه ديفيسيل دي سورتي دي سويت، واحد ان شاء الله يكون الجروب كاع فري باش ندو مسؤوليه ان شاء الله ونديرو دي زوبجيكتيف ان شاء الله. واش تقول عن مجال المدرب من ناد في هذه الخمس مباريات الاخيره بعد رحيل المدرب سوليناس اللي كان يشرف على الفريق من بدايه الكاريره؟ سوليناس دار خدمه ما نقولوش ما دارش خدمه، وين لا دي بون ريزيلتات هانيك لا غالب جاو هذيك لي 3 ديفات ما قدرش يخرجنا من سي بلون بسيجيك، ما قدرناش نرياجيو هكذاك، لاريفي تاع منات كان تقولشي الحافز هذاك لو ديبار كيما نقولو الكود بوس لي بوس انا اونفير لا فيكتوار، الحمد لله هنا شيني دي بون ريزيتا سام سون ديفات اون بليس اون انكيسي ان سيل بيت، جو بونس كو تقولشي نتيجة ايجابية، وين ضيعنا بزاف ضيعنا فوز مع الحراش من كنا رابحين الحمد لله هوني ساتيسفي، ما منا تقولش لا دوني ساتيسفي، جبنا ريزيلتا من بعدنا جبنا فيكتوار منا مع مولديا تقولش خلا لاتوش تاعو سا سوا سو البلون تاكتيك سو البلون بسيشيك عنده لاتوش تاعو. متفائل المشوار الفارق ان شاء الله؟ راني متفائل انا يعني متفائل وان شاء الله يا خويا واحد يدير البريمي تيتر تاعو هنا في سي ار بي ان شاء الله. غدوة دخول الغمار منافسة كأس الجمهورية مع فريق ترجي مصران القسم الوطني الثاني، كيف تشوف المباراة؟ مباراة هايبة جدا، وين واحد يدي حضرو للأبعد مع غياب بعض اللاعبين، إن شاء الله يكون الجروب بيان سودي يدو المقابلة بكل جدية، خاطرش مقابلة صعيبة جدا ومقابلة مفخخة، إن شاء الله يكونوا واعيين. حضرتوا لها مليح؟ الحمد لله هوني حضرنا لها مليح ومام لونترينور اشوفا يمد لي كونسين اي والله الفو اتر تقوشي ريغور وكدا وان شاء الله تكون النتيجه ان شاء الله. الجانب الشخصي تاعك في سطر انا اكثر لاعبين مشاركه من الموسم الفارق والله الحمد لله لاني باسي كملت ميير جوا بارتيسيبي هاد العام الحمد لله جي في مي 14 ماتش كومبلي الحمد لله جو سوي ساتيسفي ساتيسفي الحمد لله مالغري تو دي بليسير كانوا عندي وجي جوي ولعبت وماركيت والحمد لله جو سوي ساتيسفي واحد بالخدمه ان شاء الله يزيد يخدم بليس باش ان شاء الله يزيد يبروغريسي بليس ويحسن المستوى تاعو ان شاء الله. كلمه اخيره في سمح لك تختم بها؟ نقول بوناني لكاع لي سيبورتير تاع السي ار بي وان شاء الله 2012 يكون خير من 2011 ان شاء الله. هذه هي وربي يحفظ لي العجوز ان شاء الله. ان شاء الله يرحم والديك.